مرة أخرى شفنا بطل الدوري لو كابتن موجود في استوديو. كنا قبلها بسنة شايفين كابتن النادي الأهلي وهو موجود في الاستوديو، كان واضح جدا إنه الأصل، واضح جدا إن الصورة ما كانتش نفس وضوح الأصل. فخرج كابتن نادي الزمالك وهو محقق لقب الدوري، اللي في وسط الموسم كان قال لو عايزين توجهوا الدوري وجهوه، فراح الدوري لنادي الزمالك وأصبح نادي الزمالك بطل الدوري. يتحدث عن مؤامرة كونية ستحدث الموسم القادم. تعالوا نسمع حديث شيكابالا وهو موجود مع الأستاذ عمرو أديب. الناس كأن مثلا من بعد ما الحكم صفر اللي هو انتوا السنه الجايه ده انا هدوس عليكم، انت هتتوقف وانت هتتوقف الحكم بيقول لكم كده؟ لا احنا خلاص احنا حسينا بكده. يعني احنا بعد الماتش بيوم حسينا اللي هو ايه، لا احنا خلاص ما نكسبش تاني. حاسس اللي هو السنه الجايه حاسس ان انت مش تاني يوم بعد ما خدت الدوري مبسوط؟ لا انت خايف. انا خايف اللي هو السنه الجايه انا هدوس عليك. يعني هم حاجه ضد ناموس، هم بيوصلوا لنا احنا كلاعيبه وجماهير. هم مين يا شيكا؟ ما هم كتير بقى زي ما قلت لحضرتك. فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. ايوه كتير. طب احنا نتمنى طبعا ان احنا ناخد الدوري السنه الجايه لو كوره بس. هناخد الدوري تاني لو كوره بس، هناخد الدوري تاني، ولو الكاس اتلعب هناخد الكاس برضه. مش غريب ان السنه اللي خدتوا فيها الدوري ما كسبتوش الاهلي؟ بتحصل، مش مشكلتي لان اكسب الاهلي، انا عايز اخد الدوري. سؤال استاذ عمرو اديب بصراحه، يعني مش في التوقيت ده فجأة، يعني ما ينفعش كابتن نادي الزمالك وهو قاعد بيحتفل لاول مره ككابتن نادي الزمالك في تاريخه ببطوله الدوري العام الثالثه في تاريخه بهدف واثنين اسيست وتقول له ويقول لك لو كوره هناخد الدوري، تقوم تقول له هو مش غريب وانت بتاخد الدوري ما تكسبش النادي الاهلي؟ هو رد الاستاذ عمرو اديب، طب لما هي لو كوره بس على الاقل لما انت تلعبني تقدر تفوز على ارض الملعب، لكن الحقيقه النادي الاهلي هو ناقص ست لاعبين في وجود تحكيم مصري طالب بيه نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك واصر عليه نادي الزمالك واتحسب ركله جزاء لنادي الزمالك قدر النادي الاهلي يفوز. طب مباراه العوده في وجود تحكيم مصري موافق عليه نادي الزمالك وطالب بيه نادي الزمالك، والنادي الاهلي كان بيطالب بتحكيم اجنبي وعدم احتساب ركله جزاء واضحه لرامي ربيعه، كل امنيات او كل طموحات نادي الزمالك ان هو قدر يتعادل مع النادي الاهلي. اللي انا افهمه فكره لو كوره وبس يبقى انت متفوق عليا فنيا، لكن حضرتك في نهائي افريقيا انا تفوقت في الدوري المحلي، فايز مباراه متعادل مباراه، فبالتالي انا قادر افوز عليك. طب الناس الكتير اللي ممكن يدوسوا عليك الموسم اللي فات، هما ليه ما يدوسوش عليك الموسم ده؟ ليه؟ ما تسألش نفسك؟ بص، هو الفكرة إن دايما أنا بقول هو حاجتين، يا إما هو ما يعرفش حاجة عن تاريخ الكرة المصرية، وده برضو جزء ما بستبعدوش لأن هو مستوى جمعه للمعلومات أو متابعته ضئيل، يا إما هو بيحاول يبيع للجمهور اللي عايز يسمعه، وده الاحتمال الأرجح عندي. أنا يعني ما بستبعدش الاحتمال الأول بس الاحتمال الأرجح إن هو لو قرأ تاريخ، فكره اساسا ان هو يقول هيتداس عليكم السنه الجايه، لو انت بتحط ان البطوله اللي بتخسرها معناها ان بيتداس عليك، اصلا المصطلح ده مش حلو ليك انك انت تستخدمه. احنا مع بدايه مسابقه الدوري العام لا بقى فيه كل اللي انت بتقوله ده، النادي الاهلي بطل 9 مرات انت مش موجود، مش موجود حرفيا يعني. فهل ده كان حد بيوجه شيء ضدك؟ اكيد لا، ولكن هي محاولة دايما. انت في افريقيا اخر 19 سنة، طب انت عندك الدوري هنا الناس بتوجه، انت فين في افريقيا؟ مش موجود على الخريطة اطلاقا اخر 19 سنة. يا اما وصيف مرة، يا اما وصيف للاهلي بالقاضي، يا اما بتطلع من ادوار تمهيدية. فاعتقد عندك مشكلة في ان انت لما تتكلم، انا اسف يعني بلغة كده، تبقى مأمن ظهرك، انت بتعملش كده ابدا، طب بتطلع تقول التصريح عشان ترضي جمهورك، وبعد كده انت وجمهورك بتبقوا في موقف سيء. ولكن بما ان النسق ده دايما بيتقال، هل دي حاله استثنائيه؟ يعني لاعب لا يعرف تاريخ الكره المصريه او وضع ناديه فقال تصريح كده؟ لا، هو نسق قاله احد كباتن الزمالك قبل كده وهو احمد حسام ميدو مع كابتن ابراهيم حسن، لما فسروا لنا الظاهره والحاله دي ليه بتتقال والتفكير بيكون عامل ازاي. نشوف الفيديو. لازم الناس جوه نادي الزمالك
وده قلته وفي ناس زعلت مني، لكن انا فعلا مؤمن بكده وهفضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي. أيوه. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام أيوه. ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. الله ينور عليك. صدقني وعلى فكره هتطلع تقول كده، ومش بقول ان انت تعترف ان الزمالك مش مظلوم، خليها بينك وبين نفسك عشان ما تديش الاحساس للعيب بتاعك يبقى عايش على دي. بالظبط. ما انت هتخلي العيب ايه، اصل انا اتظلمت، احنا هسخن الجميع. لا بالعكس، انا حتى لو اتظلمت ما انت تبدا تكسب 2 و3 و4. ما هو ده اللي انا بقوله، لان انت نادي كبير. انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده، خلينا نقول انا كراجل زملكاوي، احنا عمرنا ما ناخد خطوه لقدام. صح. احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. اقول لك بكل صراحه، ملهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت. الزمالك الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره أول... وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع. على فكره، لان اسهل حاجه ان انا اطلع اول واحد يا كابتن احمد حسام، محدش هيبطل، انت نفسك هيبطل ومحدش هيبطل، لانه لو بطل هيكتشف ان عايز 29 موسم ياخد فيه الدوري متتالي عشان يعادل رقم الاهلي، واقصى حاجه الزمالك خدها موسمين ورا بعض متتاليين للدوري. انسى، هتفضل تسمع الشعارات دي. كابتن احمد حسام نفسه مش هيبطل في ظروف تانية وفي اجواء تانية. هو معانا في الفقره دي، هو معانا مش علينا.